أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقول الموت في المدينة له فضل لأنك تموت في مكان قريب من عين النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس للإنسان إلا عمله، سواء مات في المدينة أو في المشرق أو في المغرب، ليس للإنسان إلا عمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المدينة مات فيها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، ماتوا في المدينة، لم تنفعهم المدينة. نعم. الصحابة مات كثير منهم في المشارق والمغارب وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.